إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة، فهل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ هذا الذي قاله السائل فيه سعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الفقر. فالذي جاء قبل أن يسلم الإمام قد أدرك شيئا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم إقامة فامشوا عليكم السكينة والسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يشمل من جاء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة أو في التحيات، الحج عمه. فإذا دخلوا معه الصلاة وجلسوا التحيات أو سجدوا معه سجد الأخير، هذا أفضل وأوفق لظاهر السنة. وإن صلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان المسجد فنرجو أن لا حرج عليهم، لكن نصيحة فيه والذي أراه أفضل وأولى بالسنة أن يدخلوا مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة أخذا بالحج الثاني. معذرتم وصلوا وفاتموا. أما قول بعض العلماء أنها تجزي تكبيرة الإحرام عن أن تكبيرة الركوع، فهذا مستنده أنهما عبادتان من جنس واحد، فدخلت الصورة في الكبرى، دخلت الصورة في الكبرى عبادتان، الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند وصوله إلى الصف والإمام راكع، لا اجتماعتا في وقت، ويخشى بنطق بهما فوات الركعة، فدخلت الصورة في الكبرى. كما إذا جاء المسجد ومشروع له تحية المسجد صلى ركعتي الراتبة ركعة الظهر مثلا أو ركعة الفجر مثلا وأجزأت عن تحية المسجد، وهكذا فريضة إذا جاء وهم يصلون فريضة أجزأت عن تحية المسجد ودخلت في الصلاة الكبرى. فهذا من أدلتهم، وكذلك لو اغتسل وصلى جنابة بنية الحدثين أجزأ عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة صغرى دخلت في العبادة الكبرى، فإذا نواهما جميعا أجزأت الكبرى عن الصغرى. وبهذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع لئلا تفوته الركعة، فذلك من باب العناية بالأعظم بترك الأصغر. هذا وجه نبدأ بهذا. نعم.